في هذه الأحداث معنا وفاة ديال بنيتها اللي تعرضت للخطأ طبي. الحدث شنو كان؟ كنا في أحد ليالي رمضان، كانت السيدة تنتعشى وضاحكين، فبالتالي السيدة حست بعض الألم في البطن ديالها، هزيناها للكلينيك. تبين لنا بأن السيدة عندها واحد المشكل، خاصة دير عملية استئصال ديال الدودة الزائدة وما يسمى بالمثرانة الزائدة. طلبوا منا باننا باش نديروا عمليه سيربلاس على استعجال، درناها، دخلنا السيده، قالوا لنا ابخي واحد دوزور ان شاء الله خصكم ترجعوا باش تشوفوها. من بعد ساعتين رجعنا لقينا الدريه كاينه في الغيانيماسيون، ما فهمنا والو شنو وقع. قال لك تعطاتها واحد الجرعه زائده في البنج، انفيكسيون على مستوى البنج. نتساءل شكون هو اللي تيتحمل المسؤوليه ديالو؟ واش الكلينيك هو اللي تيتحمل المسؤوليه؟ واش اللي عطى هذا البنت هذا هو اللي تيتحمل؟ المهم تبين لنا من بعد بان السيد اللي عطاها البناج اللي هو البناج هو ولد مول الكلينيك، وبالتالي ما تتعطاناش ضمانات، ما تتعطاناش حوارات زعما اللي هي جريئه. الناس غلطوا، خصهم يقولوا حنا غلطنا. حنا مشينا في لا بروسيدير جوديسيير، قلنا اللي خصو يدار، درنا محامي ديالنا، راسلنا الوكيل الملك. اللي خصو يدار حنا غادي نديروه. نتمنى على الله الناس المسؤولين في هذه البلاد يدخلوا على الخط. اليوم الا كانت منال توفات، غدا يتوفى واحد اخر. حقنا سنطالب به بشتى الطرق. من حقنا، الدستور تيكلف ليك تيخول لك انك تهضر على حقك بطريقه قانونيه. وكنامنوا بالاقدار والقدر ديال الله سبحانه وتعالى، مي باش انه استفسار واحد التصريح صريح اللي كنا كنتسناوه من المستشفى عن الاسباب اللي ادت بهذه السيده هذه باقي ما توصلناش به. السيده 26 يوم وهي في الغيبوبه وبلا حياه بلا حشمه. بهذه العباره هذه انه السيده في وضع مرحله صحيه حرجه، وانه المستشفى اللي هو الكلينيك كيغونفلي علينا لا فاكتور. حنايا دخلنا السيده على اساس 6000 درهم، مع العلم بان ما كنسيرش المبلغ، دخلنا على اساس 6000 درهم، فاذا به الاداره ديال المستشفى البارح كتفاجئنا بالمبلغ ديال 13 مليون اللي كيخصها تخلص هاد المده هادي اللي كانت فيها في العنايه المركزه. السيده في كامل الظروف الصحيه ديالها، السن ديالها 19 سنه، ما عندها حتى شي مرض مزمن، ما كتعاني حتى من شي حاجه، كل ما في ذلك انها السيده كانت عندها الم في البطن ديالها. دخلناها لهاد العصابه على اساس انها دير الكشوفات الطبيه ديالها، تبين لهم هما ما حنا ما عارفينش الجانب الطبي بانها خاصها دير العمليه، ووافقنا على هذه العمليه هذه على اساس عمليه ديال المبلغ ديال 6000 درهم. دخلناها، تفرقنا مع السيده، كتضحك كتلعب، هبطوها للبلوك، ما وصلنا عليها حتى شي معلومه الى يوم هذا اللي علمونا بانه السيده توفات. احنا دابا اللي كنطلبوا انه تقصدنا في هذه السيده هذه، تكوينا في هذه السيده هذه، دعنا في هذه السيده هذه بفعل فاعل. ما عرفنا الله سبحانه وتعالى، ولله ما اعطى وما اخذ. التقصير في المهمه ادى بالوفاه ديال هذه السيده هذه، ادى بمعاناه ديال الاسره، ادى ديال بزاف ديال العوامل النفسيه والصحيه وما يترتب عن ذلك.